حياكم الله. موضوع شركة مازون، أشوف الموضوع طال ووصل إلى أشياء حساسة جدا بصراحة. أول بداية أنا بتكلم ثقافة المقاطعة معنا ما موجودة في عمان صراحة، خلنا نكون واقعيين. بس فالحين نحن نتكلم، أنا منهم بعد، نتكلم وتويتر وبس، ماشي فعل ما نجيب ذرة من المقاطعات العالمية اللي نشوفها على مستوى العالم، حتى على مقارنة مع دول الجوار صراحة. ماشي ثقافة مقاطعة معنا ماشي، استريحوا. والدليل ان ارتفع الاسعار معنا بعض الشركات ما سوينا شيء. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي يقول والله انت لازم تدعم شركة بلادك، او ان لازم يكون عندك وطنية. سلامات، يعني اذا ما شريت منتج من مازون معناته انا ما عندي وطنية؟ عبنزين، ليش ما قلت شركة مازون ما عندها وطنية؟ ليش رفعت على شعبها؟ ما قلت هالكلام، لكن هذا احنا ما قلنا ان وطنية ما وطنية. عاد احنا ما شرينا من عندها، عاد قلتونا ان احنا ما عندنا وطنية؟ هذا خلوه بعيد، هذا موضوع حساس جدا. الوطنية موجودة في كل الشعب العماني الحمد لله رب العالمين. هذا نقطة. النقطة الأخيرة موضوع التعميم. شركة مازون إذا موظفة عمانية، نفس الشيء شركة مراعي، موظفة عمانية ما شاء الله بكثرة ورواتبها أقوى، واشتغلوا وتزوجوا من هذاك الراتب. باختصار ماشي معنا مقاطعة، واستريحوا.